نحن سادة عند الولي الفقيه، يا من كنت تردد هذه الكلمات: نم قرير العين ومرتاح البال، فأنت لم تموت وثأرك لم يبرد، وقسما بروحك تل أبيب ستحرق والكيان سيسقط والمناطق المحتلة ستحرر، ولن يبقى دينا في ذمة المقاومة إلا وسددوه أضعاف. عمليات بطولية في الأرض وصواريخ إيران في السماء، لا صوت يتردد على الصهاينة سوى القصف وصافرات الإنذار. يا أبناء الإمام، أتلشتم صدور المؤمنين وأضمدتم جراح المقاومين وشددتم عزيمة المجاهدين ورددتم الصاع صاعين، ورسالة للمتبجحين: هل يكفيكم هذا الرد للكف عن الحديث؟ هل ستنتهي روايات خذلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنصرون الحق ولو على حساب مصالحكم؟ إذا هدمت بناية في الضاحية فسنهدم 10 أضعافها في عمق الكيان، وإن اغتيل قائد سننعش المقاومة ب1000 قائد. نحن قوم نكرم الرجال على شرف الشهادة، وليعلم الجميع بأن الشيعة ثابتون راسخون لا يتزحزحون ولا يرتجفون، أرواحهم ثورية، بنادقهم حسينية، وعتادهم موالي، ورميتهم حيدرية. فمن أنتم يا أحفاد أمية؟ من أنتم يا أحفاد أمية؟ وبحول الله بدأ نصر الله. نفتح حلقتنا وإياكم لهذا اليوم بتقرير الزميل شيبان سامي عن محاولة الاجتياح البري الفاشل للكيان الصهيوني ليلة أمس في لبنان، لنتابع. بالصواريخ والمسيرات حزب الله يتصدى لمحاولة توغل الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان، مكبداً العدو خسائر في العتاد والأرواح. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يؤكد إن المقاومة جاهزة لأي توغل بري إسرائيلي ومستعدة للالتحام الميداني مع الاحتلال الصهيوني، مشيراً إلى إن أي تقدم بري في الجنوب عار عن الصحة. يحاول الكيان الصهيوني الضغط نفسياً ومن خلال الإعلام من أجل بث روح الضعف أو التأثير على أنه قوته ممكن أن تجتاح جنوب لبنان. نعم، يوم أمس المقاومة البطلة أفشلت تقدم جيش الكيان الصهيوني بكل محاورة، 3 محاور و5000 جندي لم يستطيعوا التحرك سوى 50 إلى 40 متر وبنفس المكان. هنالك مخطط نعم إسرائيلي من أجل أنه الدخول إلى الجنوب اللبناني. أعتقد أنه صمود المقاومة الإسلامية في لبنان والشعب اللبناني وأيضا المقاومة الإسلامية في كل الدول المحيطة أعتقد يعني تجهض هذا المخطط. استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية. لم تتوقف صواريخ أنصار الله عن استهداف مواقع عسكرية للعدو الصهيوني في منطقة يافاء المحتلة، فضلاً عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بمحافظة صعدة وشن هجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، مؤكدين أنها مرتبطة بإسرائيل. هذه الضربات فيها أبعاد، يعني أبعاد جدا مهمة، هو ضرب المناطق الحساسة أو ضرب الأماكن اللوجستية التي ممكن أن تزيد من زخم المعركة.
ما فعله الحوثيون وأيضا ما فعلته المقاومة اللبنانية من ضرب صواريخ باتجاه تل أبيب هو لضرب أماكن مهمة وحساسة واستراتيجية، منها معسكرات ومنها أماكن نفطية ومنها أماكن صناعات، فكل هذا أثر بشكل إيجابي للمقاومة. يواصل حزب الله دك المستوطنات الإسرائيلية في تل أبيب ومحيطها بعدة صواريخ ردا على العدوان الإسرائيلي ضد لبنان وغزة، وسط تعتيم إعلامي إسرائيلي عن الخسائر في صفوف الاحتلال. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن الرد الإيراني والعمليات البطولية التي نفذتها المقاومة في عمق تل أبيب. راح نتناقش بهذه المحاور مع القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الحاج حسن الساري. حياك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني. حياك. حياك الله استرى. أهلا وسهلا. أرحب أيضا بالمحلل السياسي من طهران الأستاذ سمير شوهاني. حياك الله أستاذ شوهاني. أهلا بكم. أهلا بكم. أبدأ معك حاج حسن. إيران خذلت حزب الله، روايات كثيرة سمعناها في الآونة الأخيرة، شو وقت ترد إيران، شو وقت راح ترد، وشنو الطريقة اللي راح ترد بيها، لكن الباليستي جاوب بكل وضوح، شنو رد حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الجمهورية الإسلامية لم تخذل أحد ولا تخذل المقاومة، وهي التي أسست المقاومة في المنطقة، في هذه الدول، في دول المنطقة، وكل المقاومين الآن يعملون بدعم من الجمهورية الإسلامية، وكل الأسلحة والاستشارات هي كلها من الجمهورية الإسلامية، وكل عملية تنطلق من أي محور من هذه المحاور من أي بلد من هذه البلدان هي بعلم الجمهورية الإسلامية وبتدريب الجمهورية الإسلامية. لكن عقلية الجمهورية الإسلامية لم تكن عقليا فعالية، وسياسة الجمهورية سياسة فعالية، فعندما يقوم الكيان الصهيوني بعمل ما، الجمهورية لم تكن انفعالية أمام هذا الاحتداء، وإنما بعد أن تدرس هذا الأمر وبعد أن تتبع خطوات وشروط الأمم المتحدة، إبلاغ الأمم المتحدة بهذا الاحتداء، ولها أيضا مدة بالرد على هذا الاحتداء، وثم يأتي الوقت المناسب للرد مثل ما اليوم حدث الحقيقة. لكن اليوم الرد كان مفاجئ، كان يعني لم تكن هنالك أي أخبار متداولة من داخل العمق الإيراني لوجود استهداف للكيان الصهيوني. لا، يعني كان هددت الجمهورية الإسلامية وعلى لسان قائدها الرد على مقتل إسماعيل هنية في طهران. نعم. وكان يعني الضربة متوقعة، وكلنا نقول لابد وأن إيران ترد على هذا العمل. هذا ما سمعناه، هل هذا شكل عامل ضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقصف الكيان الصهيوني؟ طبعا، هو هذا الرد نتيجة للرد للاحتلال الإسرائيلي على مقتل القيادي في حماس إسماعيل هنية، وهذه الحقيقة الصواريخ الأولى وحتى كل الصواريخ الأخرى هي إلى حد الآن أعلنت الجمهورية هذا ردا على إسماعيل هنية، ولربما هناك ضربات أخرى. نعم. تلحق يعني ردا على الاحتداء على استشهاد السيد حسن نصر الله واستشهاد القيادات القائد الإيراني وغيرها، وتستمر هذه العمليات ضد الكيان الصهيوني. نعم. وحتى النهاية. أستاذ عدنان، كيف وجدت عسكريا الضربات الإيرانية على عمق الكيان الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حيا الله أستاذ فرح، حيا الله جمهوركم الكريم، وحيا الله ضيفك الكريم. يعني أنا كنت كل ثقة بالرد الإيراني، وكنت في كل اللقاءات أقول أن الرد الإيراني قادم، لأني أعرف شيئا ربما البعض يجهله أو ربما البعض غير مركز عليه. الجارة إيران حينما كان هنالك اعتداء على القنصلية الإيرانية بسوريا قامت بالرد على الكيان الصهيوني بأكثر من 350 هدف جوي ذهب باتجاه الكيان الصهيوني، والأهداف أخذت مدات زمنية طويلة، يعني قسم من الأسلحة اللي ذهبت باتجاه الكيان حتى تجاوزت 9 ساعات
إلا وصلت أهدافها قسم ساعتين وثلاث ساعات وشي. طيب. ومنظومة الرادارية ومنظومة الدفاع الصهيونية تقريبا أسقطت من هذه الأهداف أكثر من 95 إلى 96%، والبقية ما صابت أهدافها بدقة، يعني كانت أهداف محيطية، يعني كان مدى التأثير ليس بالمستوى المطلوب. طيب. لذلك كنت أتوقع أنه السلاح المستخدم في الرد الإيراني على استهداف الشهيد إسماعيل هنية رحمة الله على روحه داخل عمق إيران سيختلف تماما عن الاستهداف الأول، وهذا قلته بالإعلام أن هنالك أسلحة وردت إلى جارة إيران تختلف من ناحية شدة التدمير ومن ناحية إمكانية قطع المسافات وإمكانية تضليل المنظومات الرادارية الموجودة، وستستخدم في الرد في الوقت المناسب. كانت إيران أيضا أنها مهيئة أن تقوم بالرد، لكنه كان منظومة الرادارات الإيرانية غير مهيئة لاستقبال رد الفعل الصهيوني، وربما تكون هنالك أهداف تستهدفها إسرائيل من خلال الجو سواء كان بالصواريخ أو بالطائرات قد تؤثر كثيرا بالنسبة للآلة العسكرية وحتى الحياة المدنية داخل جارة إيران، لأن نعرف تماما أنه الكيان الصهيوني لا يفرق بين مدني وعسكري، هدف استراتيجي وهدف حيوي وهدف مدني. لذلك إيران ذهبت باتجاه التعاقد على منظومة للدفاع الجوي، وكان هنالك جلسات سرية ومفاوضات مع الجارة الروسية على تنصيب منظومة دفاعية تحت مسمى S-400 المتطورة. S-400 هل بالفعل يعني تم نصبت المنظومة المتيقن يعني. لذلك وضعت منظومة رادارية مع أسلحة معالجة بمستوى عالي جدا ضمن الأهداف الحيوية الاستراتيجية لكي تحمي سماء إيران من أي عدوان ورد فعل صهيوني. أصبحت الآن جارة إيران مهيئة للرد بأسلحة باليستية تفوق فرص ضد الكيان الصهيوني. كيف تقرأه في العلوم العسكرية؟ أعتقد الكيان الصهيوني سيأخذ وقت بالنسبة للرد، ولن يقوم بأي رد ما لن يتيقن أن هنالك سيكون نوعا ما قبول أو ربما غض النظر عن نوعية الأهداف التي سيتم الرد عليها، يعني ربما تكون هنالك عمليات صفقات مع جارة إيران، وهذه الصفقات تعطي بعض الإيحاءات للكيان الصهيوني على موضوع إعادة مي الوجه أو مثل ما يقال، بالمقابل ستقدم مغريات إلى الجارة إيران فيما يخص الاعتداء على لبنان والاعتداء على فلسطين، وهذا أعتقد لن تقبل به جارة إيران لأن ليس من مصر. تتوقع يعني مشاركة الأمريكيين في هذه المعارك؟ الأمريكان لديهم مصالح كثيرة بالمنطقة، لذلك ستكون عيونهم على المصالح أكثر مما هي على الرد الإسرائيلي على إيران، فأعتقد ستكون هنالك تستر وربما رضا بما حدث، خصوصا الآن جاء تصريح سمعته قبل دقائق على أنه الرئيس الأمريكي يعطي إيحاء على أنه الرد الإيراني قادم وعلى الكيان الصهيوني أن يتقبل ما حدث وبالتالي يغلق الملف. أكو مغردين من داخل الكيان كتبوا وقالوا أمريكا باعت الكيان، شنو رأيك بهذه التغريدات؟ طبعا هذا ما نتمناه، وهذا جزء من معركة الحرب الإعلامية، جزء من معركة، وإن كان هنالك فيجب أن نتبع هذا المصدر لأن فرصة لنا أن ندمر الكيان الصهيوني معنويا، لأنه فعلا إن كان هنالك عملية تضحية بالكيان الصهيوني فمعناته هذا النصر الآن دخلنا ببيت النصر، يا الله. تجاوزنا العتبة وفتحنا الباب واشتحنا الباب إن شاء الله. نعم. ونسأل الله أن يكون دم الشهيد الكبير العظيم شهيد حسن نصر الله رحمة الله على روحه هو مثل ما يقال بوابة النصر، وإن شاء الله دماء التي ذهبت إلى جوار ربها روح الطاهرة التي ذهبت إلى جوار ربها ستكون لنا هي المفتاح لفتح بوابة النصر، وإن شاء الله هو النصر الآن إن شاء الله. سي شوهاني أجد ترحيب بحضرتك، هل لك أن تضعنا في صورة ما يجري الآن في طهران؟ تفضل. نعم، تحية لك ولمشاهدين الكرام وأيضا لضيفيك الكريمين. فيما يتعلق بالعملية التي قامت بها إيران وهي تعد عملية الوعد الصادق الثانية أو إثنان، استخدمت فيها فقط حد الآن يعني حسب بيان حارس الثورة الإسلامية الصواريخ البالستية، وهذه الصواريخ البالستية يعني قطعت مسافة ما بين 1400 كيلومتر إلى 1650 كيلومتر حسب المقاطع المختلفة في شمال إلى جنوب الكيان الإسرائيلي التي استهدفتها هذه الصواريخ.
وهذه الصواريخ قطعت هذه المسافة في تقريبا مدة زمنية لا تتجاوز 12 دقيقة. إيران لطالما أكدت يعني حقيقة بعد عملية اغتيال الشهيد. يبدو أنني فقدت الإسكايب مع سيد شوهاني. بالعودة نعم أعتذر منك سيد شوهاني، ولكن بالفعل فقدت صوتك. إذا كنت تسمعني بوضوح أكمل الفكرة لو سمحت. إيران لطالما أكدت يعني منذ عملية اغتيال التي استهدفت الشهيد إسماعيل هنية بأن السعر لدم الشهيد هنية في من واجب إيران، وهذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية. ولكن إيران منذ البداية قالت بأنها هي التي ستحدد الوقت والمكان المناسب للرد على هذه العملية، وخلال أكثر من ما يقارب نحو 50 يوما حقيقة بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، يعني سمعنا الكثير من الدول ومحللين سياسيين وخبراء بأن إيران لن ترد، بأن إيران ستتراجع. ولكن عملية اليوم أثبتت للجميع بأن إيران لن تساوم على مبادئها وقيمها بكل تأكيد. نعم سيد شوهاني، ماذا لو تدخلت الولايات المتحدة وقامت بضرب بعض الأهداف الاستراتيجية في طهران أو في مناطق إيرانية مختلفة؟ كيف سترد الجمهورية الإسلامية؟ وهل هي مستعدة لأي توقعات ربما من الجانب الأمريكي أو من الكيان الصهيوني؟ أنا لا أتوقع بأن الولايات المتحدة تجازف وتستهدف قواعد أو مناطق أو مقرات حيوية استراتيجية أو غيرها في الجمهورية الإسلامية. نعم إذن حاج حسن، تتوقع أن الكيان الآن يعيش حالة من الهستيريا والضياع؟ ممكن يوم أمس استهدف لبنان حول الاجتياح البري، يعني كان هنالك استهداف في بعض المواقع السورية، نتوقع أن يكون العراق هو المقبل باستهداف بعض الأماكن الحيوية الاستراتيجية لو لا؟ الحقيقة الكيان الصهيوني الآن يتخبط في سياسته وفي يعني استهداف الأهداف سواء كان في داخل غزة أو في لبنان. حاول أنه البارحة أن يتجاوز الحدود ويدخل إلى جنوب لبنان، لكن هذا لم يحصل له وفشل الحقيقة في حالة التقدم بريا، باعتبار أن هناك يقظة للمجاهدين اللبنانيين المقاومين الأبطال في حزب الله، وكان يتمنون أن تتحول المعركة بريا، فكانهم كل الاستعداد مستعدين لصد هذا الهجوم، وبالتالي فشل هذا الهجوم. وجاءت هذه الضربة هاي راح تضعف أكثر معنويا وماديا، تضعف يعني تضعف الكيان الصهيوني. لكن ربما هذه ستكون ردة فعل عكسية، سيكون هنالك كما تفضلت تخبط بالكيان. هل العراق سيكون جزء من عمليات التخبط للكيان الصهيوني؟ يعني الحقيقة ليس فقط العراق، كل المقاومة محور المقاومة سواء كان في اليمن أو في العراق أو في إيران أو في لبنان في سوريا، هو هناك لديه المزيد من العمليات لضرب الكيان الصهيوني. نعم. واليوم الحقيقة العراق أصبح محور يعني متطور ومحور المقاومة. اليوم الموقف الشعب العراقي وحقيقة بمرجعياته يعني أبناء المجاهدين لهم موقف مشرف الحقيقة في عملية تقديم التبرعات والمساعدات والقوافل المساعدات. الحقيقة وصلت إلى جنوب لبنان، وهناك الحقيقة يعني انعكست قضية استشهاد السيد سماحة السيد حسن نصر الله على الشعب العراقي، فنجد هناك الفواتح والمسيرات، والشعب اليوم بأكمله كان الحقيقة حزين على هذه العملية وعلى استشهاد السيد، وأظهر يعني الحقيقة العراق أصبح محور لأتباع أهل البيت في الرد على هذا الاعتداء وعلى هذا العملية الاستشهاد. لذلك أنه نعتقد المزيد من العمليات ستبدأ من العراق سواء كان بالجانب
الإنساني أو بالجانب العملي. هل المقاومة العراقية مستعدة لأي سيناريو متوقع لا قدر الله؟ صارت استعدادات خلال هذه الأيام. نعم. صار حسابات لربما الكيان الصهيوني أو أمريكا أن تضرب بعض المقرات أو الشخصيات، فصار نوع من الاستعدادات لتلك يعني التوقعات إذا كان الكيان الصهيوني أو أمريكا تقوم بهذا العمل. وبنفس الوقت هناك استعدادات للضربة للكيان الصهيوني، وهناك يعني اجتماعات وتهيئة لوجستية وأسلحة وطائرات من المقاومة الإسلامية للمزيد من الضربات. طيب من وجهة نظرك تتوقع أن المقاومة الإسلامية تتوقع أن يكون هنالك اغتيالات لشخصيات مهمة واستراتيجية، لو راح تكون هناك أكو استهداف للمقر، أيهما أقرب؟ يعني أكثر شيء راح يصير استهداف للمقرات. للمقر. نعم. وربما مثل عملية الشهيدين أبو مهدي وحج قاسم أو الأخوة الشهداء أبو باقر والأخ أبو تقوى، يعني استهدافهم في الطائرات المسيرة يمكن أن تكون هذه، لكن أكثر شيء هو المقرات اللي راح تدل. طيب لو فرضنا أنه سيكون أكو هناك استهداف للشخصيات، أقرب شخصية يريد الكيان استهدافها في العراق من هي؟ يعني من وجهة نظر القيادات المقاومة التي لها دور خلال هذه المدة، خلال هذه الفترة التي الحقيقة أوجعت الكيان الصهيوني والإسرائيليين، وهناك الحقيقة هناك شخصيات بارزة في المقاومة الإسلامية، لعله ويقينا الكيان الصهيوني يفكر في تصفية هؤلاء. تصفية هؤلاء الذين قارعوهم خلال هذه الفترة؟ خلال يعني برزوا في عملياتهم وتكرار العمليات ضد. لكن دائما تعرف حاج أنه أكو ناس يشتغلون خلف الكواليس، يعني مو شرط هم ظاهرين للإعلام لو وسائل الإعلام، هل هؤلاء مشخصين من قبل الكيان؟ لا، هو معروف طبعا المقاومة الإسلامية هذه المجموعات معروفة، المجموعة الفلانية المجموعة الفلانية مسؤولها الفلاني، وحتى يعني الضربات انه هاي ضربه للمجموعه الفلانيه للحزب الفلاني، واضحه وبالتالي معروفه لدى الامريكان والاستخبارات الكيان الصهيوني ومعروفين، يعني ماكو كان يعني اكو مقاومه غير معروفه بالعراق، يعني واضحه المصدر والجهه بالنسبه لل. طيب استاذ عدنان، منذ الامس اقلقوا راحتنا والله بالحديث عن الاجتياح البري، لكن جيش الكيان فشل ذريع. من وجهة نظر عسكرية ماذا نسمي العملية الميدانية يوم أمس وما حدث اليوم في قلب تل أبيب؟ شوفي ست فرح، الكيان الصهيوني اعتقد أنه موضوع التقدم في جنوب لبنان في ظل فقدان شبكة القيادة والسيطرة اللي كانت من خلالها تتلقى القيادات الميدانية الأوامر من القيادات العليا، سيربك صفوف الدفاعية وأيضا قدرة القتالية لأبناء حزب الله، إضافة إلى خروج 3200 من القدر القتالي والقوى القتالية اللي هم أثر إصابتهم بمنظومة البيجر، فأعتقد أيضا هنالك أصبح خلل بين فقدان القيادة العليا وفقدان القيادة الميدانية وفقدان القيادة الوسطى وكذلك المقاتلين الميدانيين، فأعتقد أن الفرصة مواتية، خصوصا أنه استشعر أن حزب الله يعيش بحالة سيئة جدا من ناحية الانكسار النفسي. شنو معطياتهم؟ يعني دائما حزب الله يؤكد أنه قوي ومتماسك. إصابة 3200 من عناصر القياديين، مقتل قيادات العليا والقيادات دون العليا من المطاف الأول طبعا، هذا ممكن أن يربك صفوف الدفاعية لأبناء حزب الله. ونسوا أن الشهيد رحمة الله على روحه أسس منظومة قيادية ممكن أن يسقط قائد يظهر قائد بدلا عنه، وحتى إن سقط البديل ممكن يعوض. يعني هذه النقطة بالتحديد، وعذرا على المقاطعة، السيد حسن نصر الله يعرف أنه يوما ما سيستشهد، يعني هذا جدا طبيعي لأنه رجل وقف بوجه الكيان، لماذا يعتقد الكيان أنه لا يوجد بديل ولا يوجد بديل للبديل في حال استشهاد السيد حسن نصر الله؟ سيد فرح، أكو منظومة تسمى منظومة الهيكل التنظيمي. زين. الهيكل التنظيمي دائما مرسوم بكل الخيوط، هم الكيان الصهيوني ما وصل لكيفية إدارة الهيكل التنظيمي لحزب الله وكيف يعمل حزب الله بتكتيك في حالة غياب القادة وتعرضهم إلى إصابات.
هذا ما قدروا يوصل له، فاعتقدوا مثل ما يقال عندهم أو مثل الجيش الصهيوني أو بقية الجيوش القائد ورئيس أركان وهيئة أركان، كانوا يعتقدون هكذا، لكن نسوا أنه في كل خلية هي قائد ورئيس أركان وهيئة أركان. طيب. لذلك ممكن أن تكون منظومة متكاملة تحل بدل المنظومة الأولى. لكن هنالك اعتراف إسرائيلي بأن حزب الله هو الأقوى، يعني أقوى جيش من حيث أنه جيش غير نظامي، وهو يعتبر الأقوى جيوش الغير نظامية في العالم، فلماذا يراهن على الاجتياح البري؟ شوفي ست فرح، حزب الله يقاتل بأسلوب ما يسمى القتالات الخاصة. نعم. والقتالات الخاصة تحتاج إلى هيكل تنظيمي غير منظم مع جيش منظم. طيب. يعني الآن حزب الله يقاتل بأسلوب المفارز مو بأسلوب المصدات والكتائب والأفواج والألوية لا لا، أسلوب مفارز. نعم. وهذه المفارز في بعض الأحيان 3 إلى 4 إلى 5 كتالة يعتمدون على أسلحة سريعة التنقل، وبالتالي لديهم مثابات توجد بها خزين استراتيجي ممكن أن يستخدموا السلاح في الوقت المناسب والمكان المناسب والهدف المناسب مع الأسلحة الميدانية اللي يحملوها. لذلك هم يعني يعون تماما أن أسلوب القتالات الخاصة ممكن أن يستنزف القدرة القتالية لأكبر جيوش العالم، فهذا اللي يدفع أنه الكيان الصهيوني يحسب حسابات كبيرة جدا لأبناء حزب الله لأنهم مقاتلين أشد. أولا لو كانوا يحسبون هذه الحسابات لماذا يريدون أن يجازفوا باجتياح لبنان البرية؟ مو هسا أنا راح أقول لهم، اعتقدوا أنه حزب الله انهار نفسيا، ها يعني راح نعمل على مسألة الانهيار النفسي. قلت لك انه فقدان القيادة العليا والقيادة الوسطى والقيادة الميدانية مع خروج 3200 مقاتل نتيجة انفجار منظومة الاتصالات، فبالتالي اعتقدوا انه الهيكل التنظيمي لحزب الله انهار والجانب المعنوي انهار تماما، فقالوا لك فهذه الفرصة قالوا المؤاتية للاجتياح البري. جسوا النبض بتقديم بعض القطعات العسكرية اللي هي من الآليات و الضبابات الصهيونية، لكنه تفاجأ أنه حزب الله يمتلك منظومة مقاتلة الدروع تفوق تصورهم. حتى أنا في مضرب بسيطة، مرة من المرات حزب الله بدأ يستخدم منظومة الدفاع، منظومة قتالات الدروع لأسلحة القنص البشرية، قام يستخدمها ضد الأشخاص. ليش قد عنده فائق عددي بهذه الأسلحة؟ والعملية التي اليوم صارت في تل أبيب شلون نقدر نقراها؟ هذا العملية زامنة والرد الإيراني جاء منقذ لحزب الله لأنه بفقدان القيادة فعلا هو حدث إرباك، لكن مو انهيار، أكو فرق بين الإرباك وبين الانهيار. حدث هبوط بالجانب المعنوي، حالة إرباك بين الصفوف الدفاع وأيضا بالنسبة لتلقي الأوامر، عدم وجود لحد الآن قيادة، حاليا صدمة يعيش بحزب الله لأن أكثر من ضربة إجتها، يعني منها انفجار منظومة البيجر، فقدان 3200 من قياداته ومن أبطاله ومن مقاتلينه، بعدها استهداف رمز المقاومة الشهيد المجاهد رحمة الله على روح السيد حسن نصر الله مع قيادات عليا مع في مكان، هذا جعل هنالك إرباك واضح في صفوف حزب الله. الضربة الآن عادلت الكفة المعنوية، سببت انهيار بالكيان الصهيوني اللي كان يعيش نشوة نصر، الآن انكسر حزب الله اللي كان يعيش في حالة انهيار، بدأ الجانب المعنوي وازن عنده، أعطى مجال أنه اللي لملمت جراح حزب الله وعادة صفوفه وعادة تنظيمه من جديد، وتسمية إن شاء الله باكر أو بعد باكر راح يسمى أمين عام. أي اسم تتوقع أن يكون الأقرب لقيادة حزب الله؟ أعتقد سيكون هنالك مفاجأة بالاسم غير المعلن تماما. غير المعلن تماما؟ تماما غير المعلن. طيب سيد شوهاني، يعني ما الأهداف أو بنج الأهداف بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالكيان الصهيوني؟ يعني ما هو بنج الأهداف؟ خلال هذه العملية، عملية وعد الصادق 2، وحسب البيان الثاني لحرس الثورة الإسلامية، تم استهداف قواعد عسكرية وقواعد استخباراتية ومقرات شاركت وساهمت وخططت في عملية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، وأيضا اغتيال السيد الشهيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ومنها قاعدة نفاتيم العسكرية الجوية التي تضم مقاتلات F-15، وأيضا قاعدة نتساريم الجوية أيضا التي تضم مقاتلات F-35، هذا إضافة إلى منظومات رادارية استهدفت.
لأن الصواريخ التي استخدمتها إيران اليوم البعض منها كانت تحمل رؤوس انفجارية انشطارية، هي من أجل أن تخدع أجهزة الرادار للكيان الإسرائيلية، تتشتت وتنشطر إلى عدة أقسام، من هذا المنطلق تقوم بخداع الرادارات الإسرائيلية. ولأول مرة إيران تستخدم هذه الصواريخ، ولهذا نحن رأينا وحسب الصور الموجودة في كل وسائل الإعلام بأن الصواريخ الإيرانية سقطت على الأرض، يعني استهدفت الأهداف المحددة سلفا. والبيان الثاني لحرس الثورة الإسلامية يؤكد بأن 90% من الصواريخ الإيرانية لم تستهدف من قبل أجهزة الرادار الإسرائيلية أو القبة الحديدية أو مقلاع داود أو منظومة حيتس الجوية. إضافة إلى ذلك، نعم. إيران في هذه المرة لم تستخدم المسيرات، يعني خلافا لعملية بعد الصادق واحد التي جاء ردا على استهداف مقر القنصلية الإيرانية، هذه المرة إيران لم تستخدم المسيرات وإنما استخدمت الصواريخ. الموضوع المهم الآخر بالنسبة للعملية التي قامت بها إيران هو موضوع السرية. إيران اعتمدت الحرب النفسية ولم تكشف عن الوقت والزمان التي ستقوم بالرد، حتى وصل الأمر إلى أن البعض حقيقة وللأسف حتى بعض القنوات العربية كانوا يقولون بأن إيران تراجعت وإن إيران لن تقوم بالرد، ولكن إيران احتفظت بحقها بالرد ولم ترد على هذه حقيقة المزاعم من بعض وسائل الإعلام العربية وبالأحرى العبرية. واليوم أنتم تعلمون قبل ساعة أو ساعتين وسائل الإعلام حسب ما كانت تنقله من وزارة الدفاع الأمريكية بأن إيران تحضر أو تستعد لاستهداف الكيان الإسرائيلي، وهذا ما حصل. ولكن بالنسبة لسؤالكم حول الرد الأمريكي، حقيقة أمريكا الآن هي مشاركة، يعني حتى الآن الأخبار التي ترد الآن البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية هي التي تقول شاركنا في اعتراض الصواريخ الإيرانية الليلة، يعني إذن هي مشاركة فعليا في دعمها للكيان الإسرائيلي. لكن أنت تتجرأ وتستهدف مقرات في داخل إيران، أنا أستبعد ذلك تماما. طيب سيد شوهاني، يعني وردتنا بعض المعلومات من مصادر بأن الإيرانيين قالوا للإسرائيليين يجب الابتعاد 500 متر عن القواعد العسكرية. لماذا تحترم إيران حتى الآن حقوق الإنسان بينما الصهاينة لا يحترمون أنفسهم أولا ولا يحترمون أي شيء؟ يعني ما الغاية وما الفكرة من هذا التصرف؟ أنا حقيقة أنا لدي رأي آخر، يعني أنا أرى هذا يعني أن يقولوا أن إيران أبلغتنا مسبقا هو يأتي في إطار الحرب النفسية بأن إيران أبلغتنا لكي لا يكون هناك قتلى. إيران لم تبلغ الكيان الإسرائيلي لا عبر وسطاء ولا عبر أي شخص آخر بأنه ستستهدف هذه النقطة أو تلك. ما حصل يعني قبل ساعة تقريبا أو ساعتين من إطلاق الصواريخ الإيرانية هي وزارة الدفاع الأمريكية التي أعلنت، إيران لم تعلن ولم تبلغ أحد. ولكن إيران قبل يعني ساعة أبلغت بعض الدول الصديقة، وذلك من أجل موضوع الملاحة الجوية والطيران المدني لا أقل ولا أكثر من ذلك. طيب كيف تستعد الجمهورية لمواجهة الحرب النفسية؟ استهدافها للقواعد العسكرية. نعم، كيف تستعد الجمهورية الإسلامية اليوم لمواجهة الحرب النفسية؟ يعني حتى دخولي إلى الاستوديو سمعت الكثير من بعض المغرضين والمرجفين كما تعلم يقولون أن هذه الصواريخ لم تحدث أي ضرر، على الرغم من انتشار فيديوهات لحدوث أضرار جسيمة في تل أبيب وفي مواقع عسكرية. سؤالي لحضرتك، كيف تستعد الجمهورية الإسلامية لمواجهة هذه الحرب النفسية؟ حقيقة أنا هنا أذكر بعملية وعد الصادق الأولى التي نفذتها إيران آنذاك، وفي نفس الليلة الكيان الإسرائيلي ووسائل إعلام عربية قالت بأن معظم هذه الصواريخ تم إسقاطها قبل أربعة أشهر خمسة أشهر تقريبا، معظم هذه الصواريخ تم إسقاطها، هذا أولا، ولم تحدث أي أضرار وما شابه. ولكن بعد يومين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عقد مؤتمرا صحفيا في قاعدة رامون
الجوية، وكان هيكل الصاروخ الإيراني الذي انفجر في قاعدة رامون كان خلفه. هم من الطبيعي اليوم خلال الساعة القادمة، خلال الأيام القادمة، يقولون بأنه لم يكن هناك أي أضرار حقيقية، لم يتم تدمير أي مقر لنا، ولكن بعده بأسبوع أو أكثر سيعلنون عن ذلك. طيب إيران تعرف ذلك بكل تأكيد. فيما يتعلق ببنك الأهداف الذي نشرته الجمهورية الإسلامية حول حرب الاغتيالات، وضع شخصيات من الكيان الصهيوني وتوعدت باغتيالها، كيف ترد على هذه النقطة؟ يجب أن نأخذ موضوع بعين الاعتبار، وأنه هذه يعني قائمة الاغتيالات وبنك الأهداف بالنسبة للشخصيات الإسرائيلية ليس يعني هذه القائمة ليس رسمية، يعني لم تصدر من جهات رسمية أو مخولة، ولكن دوائر مقربة. وإيران بكل تأكيد، أنا برأيي بأن ما حصل اليوم وليس الرد النهائي على جريمة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية وجريمة اغتيال الشهيد القائد السيد حسن نصر الله. أنا أتصور بأن إيران ستواصل أولاً دعم القضية الفلسطينية، ثانياً دعم الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية. ما يحصل ضد الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من 40 عاما هو أن تتخلى إيران عن دعمها للمقاومة. نعم. وإيران التي هي التي أسست المقاومة، هي التي أسست حزب الله، هي التي أسست حركة الجهاد الإسلامي، هي التي ساهمت وشاركت في تأسيس حركة حماس. اليوم البعض يقول بأن إيران تخلت عن المقاومة وهي 45 عاما تدفع ثمنا. يعني لولا دعم إيران للمقاومة لما كانت اليوم العقوبات تفرض على إيران. الموضوع البرنامج النووي صدقوني مجرد ذريعة بالنسبة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. الموضوع المهم هو دعم إيران للمقاومة، ليس أكثر من ذلك. حاج حسن، كيف تقرأ الموقف العراقي باعتباره قيادي في المجلس الأعلى وأكيد مطلع على الاجتماعات وعلى اللقاءات المهمة، كيف تقرأ الموقف العراقي أزاء ما يحدث اليوم؟ يعني الموقف العراقي كشعب الحقيقة في الصدارة بين محور المقاومة، يعني الحقيقة هناك تفاعل كبير من قبل الشعب العراقي تجاه ما يحدث في غزة وفي لبنان. هذا شعبيا وسياسيا. سياسيا أيضا هناك مواقف للحكومة العراقية يعني دعم العوائل والشعب اللبناني وغزة، وأعتقد هناك أكثر من كلمة لرئيس الوزراء في المحافل الدولية بإدانة الكيان الصهيوني و يعني دعوة الآخرين والأمم المتحدة لإنقاذ الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. العراق كان سباقا وهكذا بالنسبة للمساعدات. نعم. وهكذا بالنسبة للأحزاب، والمقاومة في العراق أيضا لها دور كبير في أكثر من عملية ضربت فيها استهدفت فيها أهداف للكيان الصهيوني. واليوم الآن الشعب العراقي أيضا المرجعية لها دور مهم الحقيقة، كان لها بيانية مهمة جدا لدعوة جميع المسلمين لمساعدة الشعب اللبناني والشعب في غزة، الشعب الفلسطيني في غزة. وبالتالي العراق بمرجعيته وشعبه وحكومته. طيب. ممكن تحدثني عن مواقف متميزة الحقيقة. ممكن تحدثني عن مبادرات المجلس الأعلى بإرسال المساعدات الإنسانية إلى لبنان؟ يعني كان أكثر من دور، يعني كان هناك اجتماع قبل يوم للقيادات المجلس الأعلى وماذا نقوم من أدوار أو ماذا نقوم من عمل لدعم غزة ولدعم الشعب اللبناني وتوصيل المساعدات والتبليغ الطرقي واللي يتمثل الإعلانات والصور. وهناك أيضا في ستكون هناك دعوة لكل المعنيين أن يكون هناك يعني مجلس فاتحة على روح الشهيد القائد سيد حسن نصر الله. وبالتالي أكثر من عمل ونشاط للمجلس الأعلى لدعم القضية في
لبنان وفي غزة إن شاء الله. أستاذ عدنان، كيف تقرأ السيناريو بداية، السيناريو الأمني في العراق، ما الذي سيحدث؟ يعني أعتقد لن تمرر أمريكا دعم للجارة إيران فيما يخص الرد على الكيان الصهيوني، ولن تمرر العراق أيضا دعمها للقضية اللبنانية والقضية الفلسطينية على حد سواء، ولن تمر للعراق إرسال أعداد بشرية وكوادر بشرية ودعم لوجستي ودعم طبي ودعم غذائي إلى لبنان وإلى فلسطين، وإصرارنا موقفنا النبيل باتجاه القضية الفلسطينية وابناء فلسطين وكذلك القضية اللبنانية. لذلك سيقومون ببعض العمليات المخابراتية، هنالك بعض الأدوات لإيران لأمريكا عفوا داخل أرض العراق، وربما سيحفزونها لإثارة الفوضى، سواء كان فوضى سياسية بعض الانقسامات التي تقوم بها بعض الجهات الحزبية الموالية لأمريكا والكيان الصهيوني، إرباك المشهد السياسي، أعتقد بعض الأمور التي ربما قد تحدث بالانتخابات. رح نلاحظ سيناريو لتحريك الشارع العراقي؟ هذا طبعا هو بداية لتحريك الشارع العراقي، لأن هنالك بعض المفاصل تعمل لصالح المشروع الأمريكي الصهيوني، وهم أدوات طائعة بيد الأمريكان والصهاينة. طيب. لذلك أقول رسالتي إلى دولة الرئيس، وهذه أكررها من خلال المركب الحر، دولة الرئيس رجاء فعل قانون مكافحة تجسس هؤلاء العملاء والجواسيس العابثين بأرض العراق، الآن أصبحوا شوكة بعجلة التقدم بالنسبة للحكومة وحق للعراق بصورة عامة، وهؤلاء لديهم أجندة قد تعيق وتعرقل المشاريع التنموية وكذلك حتى الاستقرار الأمني بأرض العراق. لذلك آن الأوان لكي يقاضوا ويحاسبوا. شكرا جزيلا الخبير الأمني الأستاذ عدنان الكناني، حياك الله. شكرا جزيلا القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الحاج حسن الساري، حياك الله. شكرا جزيلا المحلل السياسي من طهران سمير شوهاني، شكرا جزيلا على ما تفضلت به، غادرني قبل قليل. إذن ختام محور حصادنا لهذا اليوم سيكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الرد الإيراني على الكيان الصهيوني والعمليات البطولية في قلب تل أبيب، لنتابع. حصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.